Bonjour à vous tous. Liouma ghadi nchoufou la troisième vidéo de la série de la comptabilité générale où je profite d'occasion pour vous montrer que même si les vidéos que j'ai mises sont toiles, mais je vous invite à suivre attentivement avec les vidéos. Pourquoi ? Parce que quand je vous ai dit, il y a une vidéo qui est en 3, 3 ou 4 parties. بحال الفيديو الثانية فيها شي 48 مينوت ولا مع 50 مينوت نقدر نقسمها كل على 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 خمسة ديال لي بارتي كل بارتي فيها 10 دقائق ولكن المشكل اشنا هو سي كو الا كنا كنشرحوا واحد الحاجة ما يمكنش اننا نديكوبيو ليدي ما يمكنش اننا نديكوبيو نديرو الديكوباج لواحد ليدي ونفهموها كاملة الا ديكوبيناها ما غنفهموش 100% سي بور سا انا كنشرح مزيان كنشرح كومبليتوم هذيك ليدي في اون سول فيديو واخا كتكون طويله ولكن خصكم تتبعوها مزيان الا بغيتو تفهموا لا كونتابيليتي جينيرال كامله دونك بحال دابا في هاد بحال باغ اكزومبل مثلا في هاد ليبيزود هادي غنهضر على لو بيلون دونك باش نشرح لو بيلون عرف ديجا المشكل اللي كيكون عند لي زيتوديون كونسيرنون لو بيلون كاين اللي ما كيعرفش يقرا كاين اللي ما كيعرفش يصاوبو كاين اللي ما كيعرفش ديجا لا لوجيك باش كيتخدم والاغلبيه ما كيعرفوش لا لوجيك باش كيتخدم لو بيلون دونك سي بور سا انا غادي نشرح لا لوجيك ديال لو بيلون باش تسهل علينا وما غتحتاجوش تقلبوا في بلاصه اخرى دونك سي بور سا ميم سي تكون لا فيديو طويله خاصكم تتبعوا معاها كامله ماشي تبدا تفرج شويه وتحبس تعاود تفرج لا كونسونتر توا بحال داخل الكور دونك لوبجيكتيف عندنا حنايا سي كو نفهموا ماشي غير باش تكون عندنا غير ونفهموا غير شويه لا خصنا نفهموا لا لوجيك ديال بصح باش في لو جور ديكزامان نعرف ملي كنكون فاهم لا لوجيك ديال 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 واحد الفينومين لو جور ديكزامان ما كنحلش واخا يتحطوا ليا الاف ديال لي بييج غنعرف نخرج راسي الوغ كو الا كنت غير حافظ ماشي فاهم غير حافظ تقدر تبدل ليا مثلا غير لا غوفورمولاسيون ديال لا كيسيون غادي نتبلوكا علاش حيت انا حافظ واحد لا كيسيون ما حافظش العكس ديالها ولا اون اوتر فورمول دونك il vaut mieux اننا نفهموا لا لوجيك ميم سي كنطول في الفيديو ديما كنصح انك تبع مزيان الكور ديالك وتفهم كومبليتمون وخلي هذيك ليكسبليكاسيون اللي كنتي تحتي الا كنتي في الكور في لافاك ولا في ليتابليسمون فين كتقرا خصك تبع مع البروف دو ا زد ماشي تبع شويه وتسها وتعاود تبع شويه ميم حتى في الفيديو خصك اون فوا تطلق لا فيديو تفرج فيها خصك ما تحبس ولا ما تنوض حتى تسالي علاش حيت الا حبستي درتي بوز ومشيتي دونك راه غادي تشطن غادي تفكر في بزاف ديال الحوايج اخرين الوغ كو هذيك الفكره اللي كانت عندك في لابارتي الاولى اللي تفرجتي فيها غادي تبيرتوربا غادي تبرزط واحد شويه ملي غادي تكمل ما غتبقاش ما تكملش ليك نفس الفكره دونك سي بور سا تفرج دو ا زد وغادي تفهم لا فيديو كامله وهذيك لا بارتي اللي كنتريتيوها غادي تفهمها كامله دونك هاد لا بارتي هادي في لا ثوازيام ايبيزود غادي نهضروا على لو بيلون ديجا ملي غنهضر لكم على لو بيلون غنشرح لا لوجيك ديالو حيت اغلبيه ديال الناس حتى اللي قاريين ليكونومي ما كيعرفوش لا لوجيك ديال البيلون علاش وحتى لي كلاس علاش درنا هاد الكلاس هادي نيميرو 1 وهادي نيميرو 2 علاش ما لا كلاس نيميرو 3 ما كانتش هي نيميرو 1 دونك حنايا في هاد الفيديو هادي غادي نشرحوا لا لوجيك علاش كل كلاس عطينا هذاك الرقم ديالها وغنشرحوا علاش هاد لا كلاس كتكون في هاد البلاصه وهاد لا كلاس كتكون في هاد البلاصه وغادي نشرحوا لا لوجيك ديال البيلون علاش باش ديجا حنا نكونوا كابابل اننا نصاوبوا ان بيلون à partir des de données déjà gna la définition entre parenthèses on va نرجعوا la définition اللي شفنا في الفيديو اللي دازت و je profite d'occasion عاوتاني والناس اللي اول مره غيتفرجوا كنصحكم انكم تفرجوا في لا première vidéo لا deuxième vidéo عاد تفرجوا في هذه باش نبقاو غادي انشيني وتفهموا علاش كنهضروا وفي هاد في هاد في هاد في هاد لا partie هذه je vais toujours faire rappel la définition اللي شفنا في deuxième épisode اللي كانت هي اللي فاتت دونك غنبقاو نرجعوا لهذيك لا ديفينيسيون باش نيكزيرسيوها ولا باش نابليكيوها على هاد على لو بيلون ديالنا باش نابليكيو هذاك الشيء اللي جانا في لا ديفينيسيون غنديروا ليه غابيل هنا وغتشوفوا ان داك الشيء اللي جانا ديجا اللي شفنا في ليبيزود اللي دازت اونشيني مع هاد الشيء اللي جاي مع هاد لا فيديو هادو مع هاد الشيء اللي جاي دونك نبداو لو بيلون ليبيزود ديال لو بيلون
Le bilan est un document comptable, a dit une définition. Le bilan est un document comptable qui permet de déterminer la situation financière de l'entreprise. Nous pouvons dire que la situation patrimoniale de l'entreprise. Je n'ai pas la situation financière de l'entreprise. Déjà, on a parlé de la définition. La comptabilité générale, parmi les objectifs de l'HAC, a une idée. Ima, l'idée que tu connais claire, elle a la situation financière, elle a le droit d'aller le mail, le chérica, ou elle a la situation patrimoniale, il y a le droit d'aller le mail, le chérica. Donc, le bilan, le document comptable, ou déjà, on a l'introduction, ou déjà, la définition, il n'y a que la comptabilité, il y a des états de synthèse, les humains qui connaissent des documents. Les états de synthèse, les na, parmi les cinq états de synthèse, les na, le bilan. On voit le plus important, le plus important, les autres acteurs économiques, les utilisateurs, les agents économiques, les carnafs, la vidéo, les fêtes. Donc, le bilan, il se compose de deux parties. La partie droite, c'est la partie qui englobe les ressources de l'entreprise, la partie passif. Le bilan, c'est un tableau qui se compose de deux colonnes et trois lignes. Nous avons fait beaucoup Excel ou les tableaux. Nous avons fait un taksim de l'jdoul. Nous avons fait un tableau qui fait faqarat amoudia ou faqarat ufuqia. Nous avons fait amoudia avec une colonne. Nous avons fait ufuqia avec une ligne. Donc, le bilan qui connaît de deux colonnes, A et B, donc aux trois lignes. 1, 2, 3. Alors, il y a deux colonnes. On va commencer par colonne. Donc, le bilan en général, il s'agit d'un tableau mais qui est verticalement la juge de la wahadat ou horizontalement. Verticalement, c'est amoudienne. Horizontalement, c'est ofoqienne. D'une façon horizontale, qui s'agit le bilan, elle a 3 de la wahadat. Donc, il y a une juge wahadat qui s'agit de le bilan qui s'agit de la juge. على جوج ديال الوحدات عموديا كيعطيني اليمون كولون 1 كولون 2 الوغ هاد لي دو كولون كنقسموهم على 3 شحال غيعطيني من كاز هادي بغات نقسمو على 3 دونك 1 2 3 الوغ كو حتى هادي غنقسمو على 2 1 2 3 سي غيعطيني في الاخر اون فان دو كونط غيعطيني 6 ديال لي كاز دونك لو بيلون كيتكومبوزا من 6 ديال لي كاز كنفرقوهم من لا بارتي دروات كنسميوها لا بارتي باسيف il englobe les ressources de l'entreprise. Elle a mis les ressources de l'entreprise. Ou les chenaux mettent les ressources de l'entreprise. Donc, le passif, quand il y a les éléments, quand il y a les flux, il y a les chariques. Donc, c'est le passif, les ressources. Les ressources, c'est le masader, quand il y a les flux, les chariques, il y a les chariques. C'est la partie droite, quand il y a le passif. Quand il y a la deuxième partie, quand il y a là, c'est la partie qui englobe les emplois de l'entreprise, qu'elle se met à la partie active. Donc, qui fait les emplois. Donc, la partie du passif, les ressources, donc, les emplois. L'emploi, c'est le fait d'affecter هادوك الفلوس اللي جبنا كنوظفوا هادوك الفلوس اللي جبنا ماشي جبنا الفلوس غنبقاو نشوفو فيهم نجيبهم نحطهم في الشركه ونبقاو نفرجوا فيهم لا كنجيبوهم باش نخدموا بهم دونك حنايا اشنو كنقصدوا في البيلون ما بين ريسورس اي امبلوا الريسورس سي المصادر اللي كنجيبو منهم الفلوس alors que les emplois c'est les affectations de la double spécialité فاش وظفنا هادوك الفلوس تفاهمنا دونك هكذا هذا هو التقسيم العمودي ديال لو بيلون بارتي باسيف ولا بارتي اكتيف شاك بارتي سو كومبوز دو 3 سو بارتي ديفيرونت سي سو بارتي سو كلاس سولون لوردر دو ليكيديتي بور لا بارتي اكتيف اي سولون ليكزيجيبيليتي بور لا بارتي باسيف واخا نشرحوا هذه بشويه دونك عندنا كل فقره من لو بيلون كل بارتي من البيلون قلنا عندنا الباسيف اي لاكتيف كل وحده منهم كتقسم على ثلاثه ديال الفقرات ولا ثلاثه ديال لي كاز ولا ثلاثه ديال لي غروب كيف ما بغيتو المهم ليسونسييل سي كو انكم تفهموا دونك هاد لي غروب يعني كل الباسيف عنده 3 غروب لاكتيف عنده 3 غروب كل غروب كنعمروه ان سيغتان نومبر دانفورماسيون كندخلوا ليه لي زيليمون نرجعوا لا ديفينيسيون كي قلنا لا كونتابيليتي جينيرال ايت ان سيستيم كي بيرمي دو سيزير دو كلاسي لو كلاسمون قلنا الخاصيه ديال الترتيب دونك كيرتب ليا دوك المعلومات دونك
في البيلون خصنا حتى هو لو بيلون ان دوكيمون كونطابل اللي كيحترم المعايير ديال لا كونطابيليتي، دونك خصنا نرتبوا فيه هذوك المعلومات، والمعلومات كيخضعوا لواحد النظام غنشوفوا لا لوجيك ديالو من بعد. دونك قلنا ان هاد لا بارتي سوا بارتي باسيف ولا البارتي اكتيف عندهم ثلاثه ديال 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 لي غروب، كل غروب فيه مجموعه ديال المعلومات ولا مجموعه ديال لي دوني، وهذوك لي دوني سون كلاسي بار اوردر، ماشي اوردر الفابيتيك، ما كاين ان اوردر اللي هو لوجيك. غني غنشوفوا اللوجيك ديال ملي غنشوفوا هاد البرينسيپ، هاد اللوجيك هادي بور لاكتيف هي لا ليكيديتي، بور الباسيف هي ليكزيجيبيليتي. بار لا سويت اون فاي اكسبليكي شنو هي ليكزيجيبيليتي وشنو هي لا ليكيديتي. نشوفوا لا ستركتور ديال لو بيلون، عندنا بارتي اكتيف اي بارتي باسيف. كيفاش كنرتبوا هاد لي زيليمون في لو بيلون؟ هنا فين خصكم تركزوا، حنت غنشرحوا بلا لوجيك وغادي تفهموا مزيان وغيسهل عليكم ترتبوا المعلومات لي دوني. حيت في التمارين ولا في الامتحان اللي كيقول لك صوبيه البيلون شنو كيعطيك، كيعطيك هاد لي زانفورماسيون، كيعطيهم لك عشوائي، ترتيب عشوائي. انت خصك ولا انت حنا اوني توبليجي باش اننا نحطوهم في بلايصهم، تيقول لك ايطابليغ لو بيلون. دونك منين باش نصاوب لو بيلون خصني نحترم هذاك الترتيب، وهذاك الترتيب ماشي ضروري خصني نحفظو باغ كور، خصني نفهم لا لوجيك باش محطوط بعدا، عاد نعرف راسي شنو خصني نحفظ. دونك يفو ميو انني نفهم لا لوجيك ديال لو بيلون. دونك اغلب الناس كيبداو القرايه ديال لو بيلون كيبداوه من الاكتيف، الوغ كو سي فو، ماشي من الاكتيف منين كيبدا. اول مرحله هي لو فينانسمون بيرمانون. دونك هنايا هاد لو فينانسمون بيرمانون سميتو كنعتبرو اون كلاس، واحد الطبقه، طبقه كي روغروب بزاف ديال لي دوني اللي غنحطوها في واحد لا واحد 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 سو بارتي من لو بيلون، واحد الفقره من الباسيف. قلنا لو باسيف فيه ثلاثه ديال الفقرات، لاكتيف فيه ثلاثه ديال الفقرات. دونك الفقره الاولى في الباسيف كنحطوا فيها لو فينانسمون بيرمانون. علاش لو فينانسمون بيرمانون؟ وقدامو رقم واحد، حيت هي اول كلاس كاينه في البلون كونطابل. البلون كونطابل غنشرحوه، غنديروا له اون فيديو خاصه باش نعرفوا كيفاش نقراو البلون كونطابل وكيفاش نقدروا نقلبوا فيه. دونك علاش اول كلاس كاينه في الباسيف؟ انا ملي كنبغيو نصاوبوا شركه كيخصنا نجيبوا ليها راس المال، لانفيستيسمون ديالنا. دونك خصنا نجيبوا ليها هذاك راس المال اللي غنبداو به ديماراج ديال الشركه ديالنا. دونك هذاك راس المال منين غنجيبوه؟ دونك غنجيبوه من عند كاينين بزاف ديال البلايص، كاينين لي زاسوسيي، كاينين لي بون، كاينين بزاف ديال الحوايج اللي نقدروا نجيبوا منهم هذاك لو كابيتال. دونك الكابيتال كيشكل ليا اول مرحله في لو سيكل دو في ديال الشركه. دونك اننا نجيبوا لو كابيتال، سي بور سا كنسميوه فينانسمون بيرمانون. بالعربيه هو التمويل الدائم، بيرمانون سي دائم، يعني كيبقى هذا كيبقى على طول الحياه ديال الشركه. هو اول مرحله كنبداو بها، سي بور سا كنعتبروه هو اول كلاس في البلان كونطابل. دونك كنلقاو بلان كونطابل، كنحلو البلان كونطابل كنلقاو في لا كلاس 1 هي الفينانسمون بيرمانون، فيها بزاف ديال لي دوني، كل دوني حتى هما مرتبين على حساب واحد النظام غنشوفوه من بعد. ثاني دابا جبنا الكابيتال، جبنا راس المال، جبنا الفلوس باش غنديروا الديماراج ديال لا سوسيتي ديالنا. ثاني مرحله هي لاكتيف ايموبيليزي، ولا ثاني الكلاس الثانيه هي لاكتيف ايموبيليزي. حنا من بعد ما جبنا راس المال ديال الشركه كيخصنا نوظفوه. علاش غنوظفوه؟ ديجا حنا جمعنا راس المال، كيخصنا لا كونستركسيون، التاسيس ديال الشركه، لا كونستيتيسيون ديال الشركه، كيخصنا الكونستركسيون، البنايه فاش غادي نحطوا البيروات ديالنا ولا لاتولي ديالنا. دونك كيخصنا باش نديرو هذه كونستركسيون كيخصنا ان تيران، ينوفو ان تيران، خصنا نشريو تيران هو الاول عاد نبنيو فيه. ملي كنبنيو كيخصنا نعمرو هذاك هذيك كونستركسيون، خصنا نجهزوها. دونك هادشي كله كيجي من بعد ما نجيبو الكابيتال، حيت داك الكابيتال هو باش كنشريو هذاك هادشي، باش كنديرو هادشي كامل. دونك ما يمكنش نديرو هادشي كامل وحنا ما عندناش الفلوس. دونك خصنا حتى نجيبو الفلوس في مرحله اوليه اللي هي الفينانسمون بيرمانون، عاد داك الفينانسمون بيرمانون دونك كنوظفوه في هاد الكونستركسيون، في التيران، في الكونستركسيون، في لي موبيلي دو بيرو، في لي ماتيريو، في كلشي، في لي زيكيبمون ديال باش غادي نخدمو. دونك هادي هي تاني مرحله كنديرو، وهادشي كول هاد لي زيليمون هادو كنلقاهم في لا كلاس 2، بيسكو il s'agit de l'étape numéro 2. دونك لا كلاس نيميرو 2 كنشريو هادشي كامل. كنجيو لا كلاس نيميرو 3 ولا ليطاب الثالثه شنو هي؟ دابا حنا اول ايطاب جبنا راس المال، ثاني ايطاب وظفناه فاش نشريو لي ماتيريو ونشريو نقادو لي سباس فاش غادي نخدمو. المرحله الثالثه غنبداو الخدمه.
دونك ملي غنبداو الخدمه كنهضروا هنا على لاكتيف سيركولون، هذوك لي زيليمون، لي زيليمون اللي داخلين ليا اللي كيتاثروا ليا ولا اللي كيشكلوا ليا الخدمه ديالي كندخلوهم في ليطاب الثالثه، كنولي كنتعامل بهم في ليطاب الثالثه كنلقاوها سميتها هي لا كلاس الثالثه سميتها لاكتيف سيركولون. اشنا هو لاكتيف سيركولون؟ دونك هما لي زيليمون اللي كنبدا كنخدم او كور دو لاني. وحنا ديجا اونتر بارونتيز غنعاود نديرو ان بتي رابيل بواحد ليليمون اللي شفنا ولا واحد الحاجه اللي ذكرنا ديجا في ليبيزود اللي دازت، ان لونتربريز في لا كونطابيليتي كنخدمو باغ اكزيرسيس باغ اكزيرسيس. ملي كنقول اكزيرسيس ماشي تمرين كيف هما الفيلم كنشوفو، نو اكزيرسيس سي 12 شهر ديال الخدمه، عام ديال الخدمه. دونك او كور دو ليكزيرسيس ديالنا او كور ديال هاد العام هذا كان هاد لاكتيف سيركولون. علاش كنسميوه سيركولون؟ حيت كيتبدل بزاف ديال المرات، لا غوتاسيون ديالو كتموديفيا ولا كيوقعوا تعديلات عليها بزاف ديال المرات في وسط العام. مثلا لي كليون كنتعامل مع ان سول كليون، نقدر نتعامل مع ان فوا دوران غير شهر، فما بالك ب 12 شهر. دونك لو ستوك كيتبدل ليا كل نهار، كيتبدل ليا كنزيدو فيه، كنديرو لا برودكسيون، كنصاوبو لي برودوي كنحطوهم في لي ستوك، كيجيو كيتقداو عندنا الناس. دونك ملي كنحطو في ستوك كنزيدو سلعه في ستوك لا فالور ديالو تبدلات، كيجيو الكليان كيتقدا من عندي كنخرج منو السلعه لا فالور ديالو كتنقص. دونك هذا كيتبدل بزاف المرات في العام، سي بور سا كنسميوه سيركولون. الوغ كو لاكتيف ايموبيليزي سي غارمون فاش كيتبدل. اكزومبل مثلا ملي كندير كونستركسيون، انا ماشي انا مثلا كان اون سوسيتي اللي كتصاوب لي ستيلو، غندير لا كونستركسيون ديالي. لا كونستركسيون ديالي علاش في البيلون كنديرها في لاكتيف ايموبيليزي؟ يعني ايموبيل، لي زيليمون ايموبيل من الشركه، ما كيخرجوش من الشركه دغيا، كيبقاو واحد المده طويله عادي يقدر اننا نخرجوه، ماشي سيغمون غادي نخرجوه. مثلا لا كونستركسيون، ماشي اي شركه كدير كونستركسيون كضرب بها هاي فات العام عامين ثلاث سنين اربع سنين وتعاود تحيدها، سي غار مون شركه فاش كتبدل الكونستركسيون ديالها. الا كبرات بزاف وهذاك ليسباس ما بقاش كافيها ولا هذا كدير كونستركسيون واحده اخرى، ولكن سي غار مون فاش كيكون هادشي. دونك اون جينيرال هاد لي زيليمون ديال لاكتيف ايموبيليزي غوغروب كيجمع ليا الحوايج اللي ما كيبقاو عندنا بزاف واحد المده طويله في الشركه، بحال كاميون دو ليفريزون. انا كنشري كاميون باش نوصل السلعه ديالي دوك ستيلوات ديالي نفرقهم على لي بوان دو فونت، ما غنشريش كاميون اليوم دوز شهر شهرين نبيعو، لا حيت الا بعتو غير خصني نشري واحد اخر، وانا ملي غنبيعو هو وغنشري واحد اخر غنبقى كنبيع غير وقت انا كنبيع ونشري في كاميونات، لا انا كنصاوب ستيلوات وكنبيعهم. دونك غنتكونسونطرا على ستيلوات، غنشري كاميون دو ليفريزون غنخدم به حتى يتامور حتى يموت، الا مات كاع كامل عاد كنشري واحد اخر، ولا الا ما بقاش كافيني واحد كنشري واحد اخر، كنشري الثاني والثالث والرابع والخامس. ليسونسييل سي كو ان هاد ليليمون هذا ولا هاد الماتيريال هذا كيبقى عندي لواحد المده طويله، كنحطو في لاكتيف ايموبيليزي ما كيخرجش من عندي من الشركه، كيبقى لواحد المده طويله. الوغ كو لاكتيف سيركولون سي لا فارياسيون اللي كتوقع عندي بزاف د المرات او كور ديال العام، او كور ديال لاني في قل من 12 شهر. ايطاب الرابعه اشنو هي؟ دونك انا في الاول جبت الفلوس وظفتهم، شريت الماتيريو وشريت لا ماتير بروميير باش نبدا في الديبار، شريت لي ماشين درت هذاك الشيء اللي خصني ندير، بديت الخدمه. منين بديت الخدمه غنكونسومي لا ماتير بروميير، غنصاوبي لي برودوي، غنستوكيهم، غتخصني لا ماتير بروميير باش نخدم. غنمشي غناخذها منين؟ من عند لي فورنيسور كاينين في الباسيف سيركولون. لي فورنيسور اش كيديروا معايا؟ علاش كنحطهم؟ هذا غير اكزومبل. دابا الباسيف سيركولون ما فيهش غير لي فورنيسور، لاكتيف سيركولون ما فيهش غير ستوك، راه كاينين بزاف، ما فيهش غير لي كليون، كاينين بزاف ديال لي دوني. دونك انا غير بور سامبليفي لا لوجيك ديال لو بيلون باش تسهل عليكم الفهمه ديال البيلون. من بعد غادي نشوفوا ندخلوا للبلان كونطابل، غنشوفوا بزاف ديال 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 لي زيليمون اللي كاينين في كل كلاس. دونك المرحله الرابعه كنبقى كنتعامل مع الناس اللي كيسلفوني الحوايج، كيسلفوني مثلا الفلوس، بحال لي فورنيسور كيعطيني السلعه كنقول ليه عطيني السلعه نصاوب بها لي برودوي نبيعهم تخلص نجي نخلصك، هذا كيعطيني كيسلفني لواحد المده وجيزه، هذا حتى هما كاين داخل هنايا. دونك الباسيف سيركولون كنديروا فيه الناس اللي كي لي ريسورس، عاوتاني حيت حنا اون برينسيپ عندنا الباسيف، عندنا البرينسيپ ديالو هما لي ريسورس كنجيب منهم الفلوس. دونك في الباسيف سيركولون كنديروا فيه لي زيليمون الحوايج ولا لي زيليمون اللي كنجيب منهم الفلوس بزاف المرات في العام. الوغ الفرق بين الفينونسمون بيرمانون والباسيف سيركولون، الكابيتال راه كنجيبو مره واحده وكان كيبقى عندي واحد المده طويله وماشي ديما كنبقى ندير اوغمونطاسيون د كابيتال، دونك ماشي ديما. دونك الوغ كو في الباسيف سيركولون كنلقاو الحوايج ولا كنلقاو لي زيليمون اللي كنمشي عندهم انا بزاف المرات في العام، بزاف المرات في العام باش نجيب من عندهم
soi-disant الفلوس les ressources دونك بحال لي فورنيسور كنبقى كل مره وقت ما خصني السلعه كنتقدم لعندو حتى كنخلصو من بعد علاش حيت انا في وسط العام كنخدم انا ديما خدام لا برودكسيون ديما خدامه كنشري السلعه ماتيغ بروميير كنخدمها كتقاد عليا كنعاود نجي نشريها كنخدمها كتقاد عليا كنعاود نجي نشريها دونك كنشريها با مال دو فوا في العام دونك سي بور سا كنديرو في الباسيف سيركيون هذا هو الفرق بين ما بين الفينانسمون بيرمانون او الباسيف سيركيون الفينانسمون بيرمانون سي لي ريسورس لي كنجيب منهم الفلوس وكيبقاو عندي لواحد المده طويله الوغ كو الباسيف سيركيون سي لي زيليمون اللي كنجيب منهم الفلوس بزاف المرات في العام وما كيبقاش عندي ودوك الفلوس اللي كنجيب من عندهم ما كيبقاش عندي مده طويله كيبقاو عندي واحد 4 شهور 5 شهور 6 شهور ما كيفوتوش ليا فهمنا ندوزو دابا ليطاب الخامسه اشنا هي دونك هنا ليطاب الخامسه كنقسموها على جوج 51 5 1 دونك هي لا تريزوري اكتيف كاينه في لا بارتي ديال لاكتيف اشنو كنلقاو هنايا كنلقاو جينيرالمون لا كيس اي لا بونك دونك علاش لا كيس اي لا بونك دابا انا اول مرحله جبت السلعه جبت لي كابيتو ثاني مرحله قاديت الاجواء فاش غادي نخدم ثالث مرحله بديت الخدمه وبديت كنبيع ونشري رابع مرحله هي فاش انا كنتعامل مع لي فورنيسور كنجيب السلعه وكنجيب الفلوس اللي خاصني باش نكمل الديماراج ديال الخدمه ديالي خامس مرحله انا ملي كنكون خدام راه كيجي وعندي الكليان كيبيع كيشري من عندي كنبيع ليه ملي كنبيع ليه كيعطيني الفلوس الفلوس خصني نخبيهم فين خصني نحطهم بلوطو ماشي انا نخبيهم تيزوريزاسيون مي بون خصني دوك الفلوس خصني نحطهم في بلايصهم عندنا جوج البلايص جينيرالمون جوج البلايص عندنا لا كيس اللي هو المجر وعندنا لا بونك اللي هو لو كونط بونكير ديال لا سوسيتي دونك هادو بجوج كاينين في لا كنلقاو في لا روبريك 51 دونك ليطاب الخامسه اون جينيرال اشني هي ليطاب الخامسه هي لا كلاس 5 هي متعلقه بالفلوس دونك فيها لا بارتي اللي كنحط فيها الفلوس ديالي وفيها لا بارتي اللي فيها الفلوس ديال الناس كنشدهم من عند الناس باش نخدم دونك لا بارتي الاولى اللي فيها الفلوس ديالي هي لا روبريك هي اون سو بارتي من لا كلاس 5 كنسميوها روبريك كاينه لا روبريك الاولى اللي هي 51 تريزوري اكتيف كنحط في هاد لا بارتي هادي في هاد المجر هذا ولا في هاد الجروب هذا كنحط فيه الفلوس اللي عندي الفلوس اللي ديالي انا خديتها كنحطها سواء في لا بون سواء في لا كيس الوغ كو تريزوري باسيف اللي هي 55 لا روبريك 55 شنو فيها الفلوس اللي كيتسالوني الناس اللي كيتسالوني اون ليكيديتي بحالاش نعطيكم ان اكزومبل غير وغنطبقوا على الشركه اكزومبل غير كيوقع لنا كاملين سوبوزون كاملنا عندنا دي كونط بانكير كيدخلوك الفلوس كتبقى انت مثلا كتكون كتدخلك ما خدام وكيدخلوك وصلك لو سالير ديالك اكس كيف ما بغا يكون هذاك لو سالير كتبقى انت كتيري هذوك الفلوس كتستعملهم كتشري بهم حتى كيتقاد عليك الصالير كيولي عندك زيرو ديغام في الكونط بانكير ديالك اشنو كيوقع لا بانك كتبغي تقطع لي فري ديالها مثلا 30 درهم ديال لي فري مونسيو كتبغي تقطع عليك 30 درهم انت ديجا عندك زيرو خاصها تقطع 30 زيرو موان 30 هي موان 30 دونك البنكه كتسالك هي هنايا هي هاد لا بارتي ديال تريزوري باسيف كنحطو فيها 30 درهم كوم كوا ان البنكه كتسالك تفهمنا اون فوا كتدخلك الفلوس كيتزاد كيدخلك الصالير ولا كيدخلك شي فلوس دخلك غير 50 درهم جديده يصيفط لك شي واحد فيغمون ب 50 درهم البنكه كتقطع لك داكشي اللي كتسالك ديك 30 درهم كتقطعها كي تدخلك الفلوس كتقطعها وكتخلي لك 20 درهم تفهمنا دونك هذيك الموان 30 اللي تسجلات عندك في لو كونط بانكير ديالك كتحط في هاد التريزوري باسيف تفهمنا حتى الشركه كيوقع لها بحال هكذا دونك والشركه عندها واحد لا بوسيبيليتي باش انها تاخذ واحد ديكوفير شنو هو ديكوفير هو واحد لو كريدي اللي كيكون غير لايام معدوده ما كيكونش للسنوات كيكون غير مثلا وصلوا حنا الشركه وصل الخلاص الوقيته ديال الخلاص ديال البيرسونيل خصنا نخلصوا الخدامه اللي عندنا وحنا مازال ما دخل كنا معولين على الكليان غيخلصنا تعطل علينا في الخلاص خصنا نخلصوا الخدامه اش كنديروا كنمشيو عند البنك كنقول له عطينا واحد الكريدي بوندون سيمانه يخلص لنا الكليان ديالنا نرجع لك الفلوس كتعطينا داك الديكوفير كنقيدوه في هاد لابارتي هادي كنحطوه في هاد لابارتي هادي كنسجلوا في هاد لابارتي بانه عندنا مثلا واحد 20000 واحد 200000 دو ديرام مثلا 20 مليون دونك كنسجلوه عندنا في هاد لابارتي هادي وكنعرفوا منين كنعطيوها مثلا شي حد اخر كيجي كيقرا كيعرف بان البنك كتسنى واحد 20 مليون فهمنا دونك هذا الترتيب هذا كامل اي لي جينيراليزي وحنا كنا في لا ديفينيسيون لا كونطابيليتي جينيرال هي نورماليزي اي يونيفي يعني مقننه وموحده ملي كنقولوا مقننه خاضعه للقوانين موحده يعني موحده على الصعيد على المغرب كامل دونك
كاع شركات كيخدموا نفس الكونتابيليتي، يعني لي ميم برانسيب كيتقراو في المغرب كامل، كيتخدموا في المغرب كامل. الا جينا صاوبنا ان بيلون في مراكش نعطيه لواحد في الرباط غيقرا نفس الحاجه، صاوبنا واحد اخر في وجده غنحطوه مثلا نديوه للداخله غيقرا لا ميم شوز. داكشي اللي صاوب هذاك بلا ما يتلاقى معاه بلا والو، غيصيفط ليه لو بينو غيقرا لا ميم دوني. كل انفورماسيون قراها عرف اشنو كتعني. سي بور سا خصنا نفهموا لا لوجيك ديال البيلون وديال لا كونتابيليتي. رمارك دونك لا ميتريز ديال لا كلاسيفيكاسيون دي كلاس نيسيسيت ليد دو بلان كونطابل ماروكان. دونك كلنا عارفين البلان كونطابل، الناس اللي اول مره كيقراو لا كونطابيليتي كيلقاو مشاكل. بيرسونيلمون لقيت المشاكل في الاول، اي واحد ما كيعرفش يقلب في البلان كونطابل، كتعطيه البلان كونطابل ما يعرفش. غادي نقول ليه مثلا نقلب ليه على لو كونط كليون، غيبقى من الباج الاولى هو كيقلب فينا هو كليون 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 كليون، الباج الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه حتى كيطيح فيه. الوغ كو لو بلان كونطابل ou la comptabilité, déjà, had les comptes hadou kamlou, ils sont codifiés, donc des codes. Donc, ou hadouk les codes, mais n'est pas de m'y principe, m'y n'y l'épisode de plan comptable, on va hadouk les codes, qui fait qu'on dit le hum, parce qu'on a une fois que tu as le code, que tu connais que tu es client, que tu connais que tu as la comptabilité, quand tu connais le compte client, tu as déjà le compte client, je sais. Donc, quand tu sais automatiquement, que tu connais le blasse, tu as dit le pain. Mais que tu douches le page de l'eau, que tu sais لا نيشان ما كدوش باج باغ باج، لا كدوز بحال كتقلب في ديكسيونير ساهل، غيجيك ساهل في لا ريغيرش في البلان كونطابل. دونك باش نميتريزيو هاد لي كلاس مزيان خص ضروري يكون عندنا ان بلان كونطابل اللي غادي في الاول غنستعملوه فاش يكون عندنا لي زيكزارسيس، يعني غتخدم اكزارسيس ديالك في اي اكزارسيس في الاول خصك ضروري تشد البلان كونطابل وتخدم به، حيت ما يمكنش تعرف لي ريبونس. دونك تخدم بالبلان كونطابل، ما يمكنش تحفظ لي كود من الديبار، تخدم بالبلان كونطابل وتعودوا انكم دوك لي زوبيراسيون اللي درتو انكم تعقلوا على دوك لي كونط، ضروري تميتريزيو هذوك لي كونط. علاش؟ حيت في الامتحانات ما غيتعطاكمش بلان كونطابل، سورتو الناس ديال لافا ما كيتعطاكمش بلان كونطابل. دونك قلنا لا بارتي ديال باسيف، دابا نشرحوا la classification, la logique de l'exigibilité légale ou la liquidité légale pour l'actif. L'exigibilité c'est le principe qui est lié à la partie du passif, l'ordre de classement du passif. Ou la liquidité c'est le principe qui est lié à l'ordre de classement de la partie actif. Donc le passif qui connaît déjà les dettes de l'entreprise. Qui fait les acheter ou le mot dette? Le mot dette ou dain, yani le crédit liquide salon. ماشي كريدي بانكار، يعني الدين اللي عليا انا خصني نرجعو للمالي. دونك عقلو مزيان. دونك انا هنايا وغنفتح لا بارونتيز، كيف قلت لكم ديجا اشاك فوا كنطيحو في شي مو تكنيك غنشرحو على اساس اننا كنخدمو مع ناس اول مره غيقراو لا كونطابيليتي واول مره غيقراو ليكونومي. دونك لي مو كلي خصني نشرحهم لكم. ما عمركم تمشيو ديجا شفت ديرنييرمون في لي ريزو سوسيو كنشوف بانه كاينين كيبارطاجيو شي تصاور فيه تاع لي مو لي مو تكنيك سورتو لي مو ديال بلان كونطابل مشروحين مترجمين بالعربيه، ولكن اشنو هي لا سينيفيكاسيون ديالو؟ انت انت ترجمتيه بالعربيه ولكن لا سينيفيكاسيون ديالو اشنو هي؟ دونك هادي اون فوس ميثود باش تميتريزي لا كونطابيليتي. دونك انا كنصحكم انكم تقلبوا على المغزى ولا المعنى الحقيقي ديال الحاجه، ماشي الترجمه. الا الترجمه راه كتحفظ ولكن ما غتفهمش. دونك قلب على ليكسبليكاسيون بحال كتقلب في ديكسيونير، ان مو اكس سا سينيفي كوا، سا سينيفي هادشي وهادشي وهادشي، باش نعرف انا فاش نوظفو. وديما ديما راه في لا كونطابيليتي راه كنمشي من موديول لموديول كتبدل كيتبدل ليا الحاجه. ديجا راه قلت لكم ديجا في لا فيديو اللي فاتت قلت لكم ملي كنقول برودوي الا كنت كنهضر في الكونطابيليتي راه كنهضر على حاجه، ملي كنهضر في الماركت ملي كنمشي للماركتينغ راه كنهضر على حاجه اخرى، ولا ملي كنمشي لانتروداكسيون على ليكونومي كنهضر على حاجه اخرى، ملي كنمشي مثلا للمانجمنت كنهضر على حاجه اخرى، ماشي نفس الحاجه اللي هضرت عليها في الكونطابيليتي. دونك هذا غير مو برودوي. في الكونطابيليتي خصني في واحد الحاجه، في لانتروداكسيون على ليكونومي غيعني ليا واحد الحاجه اخرى. دونك نتوما فو دوفي ميتريزي الحوايج، كل مو كلي ولا كل مو تكنيك خصكم تقلبوا على المعنى ديالو باش نعرف منين تحط ليا في واحد السياق نقدر نفهمه. تفاهمنا؟ دونك قلنا لي ديت دو لونتربريز، وحنا قلنا لو باسيف سي لا بارتي كي انغلوب لي ريسورس ديال 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 الشركه، لي ريسورس اللي كتجيبو منهم الفلوس. دونك كنمشي عند واحد لورغانيزم ولا واحد الجهه كنقول لهم عطيوني الفلوس، ما كيعطيوش ليا فابور بيان سور، ما كاينش شي حاجه فابور. دونك كيسلفوهم ليا، انا كنبقى دائما مديون بهاد 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 الفلوس، باقي انا هاد كيتسالوهم ليا الناس. حتى الكابيتال راه ديال الشركه، ولكن من شكون اللي مسلفو لينا؟ مسلفو لينا مول الشركه، راه واخا مول الشركه راه الشركه اون بيرسون
هنا ندخلوا للدروه، ندخلوا للقانون. دونك منين كنهضروا على الشركه راه عندها واحد الصيغه، صيغه قانونيه كتسمى اون بيرسون مورال، الوغ كو مول الشركه اون بيرسون فيزيك، ما كاينش شي علاقه بيناتهم ابار ان هذيك لا بيرسون فيزيك هي مولات هذيك الشركه. ولكن في الخدمه الفلوس ديال الشركه منين جابتهم؟ جابتهم من عند صاحب الشركه كيتسمى لاسوسي. لاسوسي هو ولا لاكسيونير على حساب لا فورم ديال الشركه، هادشي ما غندخلوش فيه بالضبط، ما غندخلوش فيه بزاف. دونك عطاهم ليها، ما عطاهمش ليها فابور، حيت اون فان كونت نهار ديك الشركه غتبي تسد خاصها ترجع ليه فلوسه، دونك سلفهم ليها. تفاهمنا؟ واخا هو الشركه والشركه ديالو، ولكن كيتسمى عطاها الفلوس باش تخدم، يعني سلفهم ليها. دونك كتبقى الشركه مديونه بهذاك راس المال، وصاحب راس المال اللي هو صاحب الشركه اللي كيتسمى لاسوسي ولا لاكسيونير. تفاهمنا؟ دونك كالا بارتي اللي كاينه في الباسيف هما ديون على الشركه، البلايص اللي جابت منهم الفلوس كيتسالوا هذوك الفلوس اون فان كونت، تا الزمان ولا قصار واحد النهار خاصها ترجع لهم هذوك الفلوس. تفاهمنا؟ دونك قلنا عاوتاني نعاودو نديرو ان تي رابيل، قلنا لو بيلون كيتقسم لا بارتي باردون ديال قلنا ديجا لو بيلون كيتقسم على دو كولون، اكتيف باسيف. والاكتيف والباسيف كيتقسموا على ثلاثه ديال لي جروب. دابا حنا كنخدمو في الباسيف، باسيف قلنا كيتقسم على ثلاثه ديال لي جروب، كاين فينونسمون بيرمانون باسيف سيركولون، اي كاين تريزوري باسيف. بيان، اشنو الفرق بين فينونسمون بيرمانون وباسيف سيركولون؟ قلناه قبيله، قلنا ان الفينونسمون بيرمانون وديجا هادو بثلاثه، هاد لي جروب بثلاثه شنو فيهم؟ سا اي ريبريزونت كلهم، اي ريبريزونت لي ريسورس ديال لونتربريز، البلايص اللي جابو منهم، اللي جابت منهم الشركه الفلوس. يعني بحال قلنا ان هادوك البلايص سلفوهم للشركه، دونك الشركه كيتسالوا هاد الناس هادو كاملين، كيتسالوا هادوك الفلوس. دونك اشنو الفرق بين الفينونسمون بيرمانون والباسيف سيركولون والتريزوري باسيف؟ دونك الفينونسمون بيرمانون كنحطوا فيه كاع الناس ولا لي زيليمون اللي عطاوني الفلوس وغيبقاو عندي فلوسهم لواحد المده طويله، اكثر من 12 شهر، اكثر من عام، دوك الفلوس ديالهم اكثر من عام. بحال الكابيتال، ما يمكنش انا نشد الكابيتال في جونفي ونردو في جوان ولا في ديسمبر. الكابيتال هو كان امتى كنرجعوا الكابيتال؟ ديجا ما حد الشركه خدامه ما كترجعش الكابيتال للمورد، حتى كتبغي تسد الشركه كتسد كترجع الكابيتال. اما هي ما حدا خدامه، الكابيتال كيبقى عندها، حيت الكابيتال هو باش خدامه، راس المال هو باش خدامه. راه ملي كتشوفوا دابا داك اللي خدام مثلا غير في البيع والشراء، اشنو كيدير؟ كيجيب واحد راس المال كيبدا به كيبيع ويشري، اشنو كيدير؟ كيعزل الفضل كياكلو ولا كيدير به اللي بغى، راس المال كيخليه حيت هو باش غيخدم غدا عاوتاني، باش عاوتاني يشري سلعه ويخدم بها، يبيع ويشري فيها، و عاوتاني يرجع يدير حسابو، يحيد راس المال، داكشي اللي بقى ليه فضل يدير به اللي بغى. راس المال ديما كيبقى ستابل، نهار كيبغي يحبس هذيك لاكتيفيتي داك راس المال كياكلو اللي يدير به اللي بغى. هكذاك الشركه كتجيب راس المال هو باش كتبقى خدامه، الا حيداتو ما غتلقى باش تخدم، دونك غادي تسد. دونك راس المال كيبقى في الشركه حتى النهار كتسد، كتسد الشركه. اون فوا كتسد الشركه كان كترجع راس المال لماليه بلوتو. دونك هذا هو الفرق ما بين الفينونسمون بيرمانون او الباسيف سيركولون او تريزوري باسيف، هي لا دوري فاش كنرجع الدين للمالي، الفلوس الماليه. الفينونسمون بيرمانون لي زيليمون اللي كندير فيه دوك اللي عطاوني الفلوس لواحد المده وغيبقاو عندي اكثر من عام، الوغ كو الباسيف سيركولون سي الناس اللي عطاوني، كنحط فيه الناس اللي عطاوني، كنسيزي فيه الناس اللي عطاوني الفلوس وغنرجعهم لهم قبل ما يطلع عليهم العام، قل من 12 شهر، 4 شهور، 6 شهور. داكشي اللي قلت لكم لي فورنيسور، عطيتكم ليكزومبل تو تالور بلي فورنيسور، كاينين بزاف الحوايج، كاينه ليطا، كاينه المهم، كاينين بزاف الحوايج. دونك لي زيليمون ولا الناس اللي عطاوني الفلوس وغنرجعهم لهم قبل ما يدوز عليهم 12 شهر، كنحطهم في الباسيف سيركولون. تريزوري باسيف غير تو تالور شرحتها لكم، سي كنحط فيه لي زيليمون ولا الناس اللي كيعطيوني الفلوس وخصني نرجعهم لهم دون ان ديلي موان دو ان موا، قل من شهر، ما يكملش عليهم شهر خصني نرجع لهم، هي كيلكو جور، يومين، ثلاث ايام، سيمانه، 10 ايام، 15 يوم، 20 يوم، حتى لشهر. دونك ما خصهمش يفوتوا عندي شهر. تفاهمنا؟ دونك هذا هو، هادو هما لي زيليمون ديال الباسيف. نشرحوا شنو هو ليكزيجيبيليتي، البرانسيب ديال ليكزيجيبيليتي. دونك ليكزيجيبيليتي سي لا دوري، سي لو رومبورسمون ديال هذيك لا ديت، يعني باش خصني نرجع هذاك الدين للموالي. كل ما ردوا معايا البال، كنطلقوا من الفوق فيغ لتحت في البيلون في لابارتي باسيف، من الفوق حنا في اول كونت حتى لاخر كونت، ما حدنا نازلين، وليكزيجيبيليتي كتزاد. كيفاش ليكزيجيبيليتي؟ يعني ما حدي كنزل وهذاك ليليمون التحتاني اللي نزلت ليه راه تيطلب الفلوس هو قبل من داك اللي فوق منه.
سيت اكزومبل دابا قلنا الكابيتال كيكون هو اول حاجه كاين في الفينانسمون بيرمانون كيكون هو اول حاجه هو الكابيتال سوسيال هو نيميرو 1111 دونك هذا هو الكابيتال سوسيال اللي جبناه من عند لي زاسوسيي كيكون هو في التوب ديال لا ليست في الباسيف كيكون هو اول اليمون كنحط هذا هو اخر حاجه كنخصني نرجع ليه فلوسو في التحت كنلقاو مثلا ديك لي ديكوفير ديال البنكه خصني نرجعو هو الاول قبل من راس المال ملي كنبيع كاع نسد الشركه كيخصني نرجع للتحت ديال لا ليست في الباسيف وغنعاد خصني نرجع لهم فلوس هما الاولانيين دونك ما حدنا كنزلو والاجباريه باش انني نرجع الفلوس كتزاد عليا كنولي مجبر اكثر فاكثر ما حد ينزل كنولي مجبر اكثر فاكثر نرجع لهذوك الناس الفلوس دونك الناس اللي كاينين لتحت هما الاولين خصني نسبق نرجع لهم الفلوس ولا ديوري ديالهم كتكون قليله كيعطيني الفلوس وخصني هو الاول نرجع ليه الفلوس ديالو دونك ما خصش الفلوس ديالو تعطل عندي دونك ما حدنا كنهبطوا ولا ديوري باش نرجع الفلوس لمالها كتقلال دونك كل ما هبطنا لا ديوري كتقلال تفهمنا الوغ غير اونتر بارونتيز سي فو ني كومبروني با شي حاجه في هادشي اللي كنديروا في ليبيزود عندكم لي كومونتير راه كان اوتوريزي لي كومونتير تقدروا تسولوا في لي كومونتير نعاود نشرح لكم شي حاجه نقدر نشرح لكم في انستغرام في ستوري ولا شي حاجه دونك ولا نقدر نشرح لكم في الكومونتير نيتكم ريبونس دو لا على الكومونتير دابا شفنا لا بارتي ديال الباسيف نشوفوا لا بارتي ديال لاكتيف لاكتيف فيه لي زافيكتاسيون كيفاش لي زافيكتاسيون قبيله شرحنا شنو هي لي زافيكتاسيون كنقولوا لي زافيكتاسيون ولا لي زومبلوا هادوك الفلوس اللي جبنا من عند الناس فاش وظفناهم كي درنا حتى وظفناهم هي افيك اون on a affecté هذوك الفلوس درنا بهم شي حوايج دونك on a affecté هذوك الفلوس اللي جبنا وجهنا هذوك الفلوس يعني وظفناهم خدمنا بهم دونك لاكتيف كيجمع ليا لي زافيكتاسيون ديال الفلوس اللي جبنا دونك حتى هو قلنا لاكتيف كيتقسم على ثلاثه ديال لي غروب كاين لاكتيف ايموبيليزي لاكتيف سيركولون وتريزوري اكتيف دونك حتى هما اشنو هو الفرق بين لاكتيف ايموبيليزي ولاكتيف سيركولون وتريزوري اكتيف دونك هما كيتحكموا بالو برينسيپ ديال لا ليكيديتي نشوفوا الفرق بين الاكتيف ايموبيليزي والاكتيف سيركولون شرحناه توتالو قلنا الاكتيف ايموبيليزي كديروا فيه لي زيليمون ايموبيل اللي ما كيتحركوش من الشركه لواحد المده على واحد المده طويله عاد باش ملي كنقولوا كيتحركوا من الشركه يعني كنخرجوهم فحالهم كيمشيو فحالهم دونك الاكتيف ايموبيليزي الحوايج لي زيليمون اللي كيبقاو عندي لواحد المده طويله في 12 شهر alors que l'actif circulant سي الحوايج اللي كيتبدلوا عندي بزاف ديال المرات او كور دو l'exercice ou là au cours de l'année. Mais quand on dit exercice, quand on parle d'exercice comptable, fait en janvier, fait 12 mois. Je suis dit même en janvier jusqu'à décembre, mais bon, quand je t'ai dit la vidéo les tests اللي مفرجين فيها راه غيفهموا لي اللي ما تفرجوش خصكم ترجعوا تفرجوا فيها هي الاولى عاد تفرجوا في هاد لا فيديو هاد دونك لاكتيف سيركولون قلنا الحوايج اللي كيتبدل لا روتاسيون ديالهم ولا التغير ديالهم كيوقع عندي بزاف المرات في او كور ديال العام تريزوري اكتيف سي لي زيليمون اللي في كل وسط الشهر كيبداو كيتبدل عندي بزاف ديال المرات دونك شنو هو البرينسيپ اللي قلنا كيشرح ليا كي 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 كينظم ليا الترتيب ديال المعلومات في لا بارتي ديال لاكتيف هو لو برينسيپ دو ليكيديتي شنو هي ليكيديتي هي الفلوس كنقولوا لا ليكيديتي ردوا البال مزيان لا ليكيديتي في ليكونومي هي الفلوس ماشي شي حاجه ليكيد هو السوائل دونك ديجا الا جينا نشوفوا في ليكونومي الا جينا نترجموا شنو هي لا ليكيديتي هي السيوله السيوله سي لو فيت دو ترانسفورمي ان اليمون الفلوس اون ليكيديتي يعني نحولوا ان اليمون الفلوس بحال مثلا عندنا ان اورديناتور عندنا بي سي بغينا نحولوه الفلوس اش غنديروا خصنا نبيعوه كنبيعوه باش نجدو بلاصتو الفلوس فوالا هذه هي كنليكيديو ملي وديجا حتى في لا رياليتي كيقول لك مثلا بيريود دو ليكيداسيون دونك في لي بوتيك مثلا ديال الحوايج كيقول لك ليكيداسيون شنو هي ليكيداسيون يعني دوك الحوايج اللي وحلوا ليهم اللي بقاو عندهم ما تباعوش كيديروا فيهم دي بروموسيون باش يليكيديوهم بزاف سيتادير غيبيعوهم غيجدوا الفلوس باش يجيبوا حوايج جداد دونك ولا سيزون ديال ليكيداسيون دونك تفهمنا دونك لا ليكيديتي بالعربيه هي السيوله كنقصدوا بها الفلوس دونك البرينسيپ ديال هاد ليكيديتي كيفاش ليكيديتي كيحكم ليا البارتي ديال لاكتيف دونك اشنو قلنا حنايا ليكيديتي هي الفلوس دونك حنا كنحولوا ان اليمون نترانسفورميوه الفلوس دونك وهنايا في البارتي ديال 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 لاكتيف كيجمع ليا بزاف ديال لي زيليمون اللي كيسواو الفلوس بحال مثلا ان تيران ارض كتسوى الفلوس الا بغيت نشد منها الفلوس خصني نبيعها ستوك ديال السلعه الا بغيت نجيب منه الفلوس راه خصني نبيع داكشي اللي فيه لا بونك الا بغيت نجيب منها الفلوس راه غادي نمشي للبنك نجيب الفلوس راه فيها الفلوس لا كيس غنحل المجرى غنلقى الفلوس دونك كيفاش لا ليكيديتي كل ما كنا عاوتاني نطلقوا من الفوق للتحت الا كنا الفوق
l'élément اللي عندي كنسميه كيتسمى موان ليكيد ليكيديتي كيتزاد كتزاد دونك الفوق كنلقاو دي زيليمون لي موان ليكيد لتحت لي بلو ليكيد يعني رابيدمون ليكيد دونك الوغ كو الفوق خصني بزاف ديال الوقت باش نشد لا ليكيديتي نشرح لكم لا لوجيك مثلا انا بغيت الفلوس الفلوس فين كيني كيني في لاكيس الا بغيت نجبد من الفلوس الا بغيت نجبد الفلوس من لاكيس شحال ديال الوقت خاصني والو كيلكو سكوند غنحل المجر غنهز الفلوس بيان سور كو الفلوس كاينين ديجا في المجر مايمكنش ما كاينينش ونمشي نهزهم دونك الفلوس كاينين في المجر مثلا كاين 10 المليون انا محتاج لجوج كاينين في لاكيس شحال ديال الوقت غنمشي غنهز نحل المجر غنهز جوج المليون رابيدمون الوغ كو الا بغيت نبيع ان تيران شحال خصني ديال الوقت خصني نشوف السمسار خصني نتسنى ندير 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 لوفر ندير لابيل دوفر نتسنى بزاف ديال الناس تيشوف تيشوفوها الناس يجي عندي الاول الثاني بدا تنتاوى تنشوف الثمن اللي عجبني انا عاد نبيع عاد نبيع عاد نبيع هذاك هذاك التيران سينو الا بعته بالزربه غنصدق ضايع انايا داكشي باش هادي هي لا ديفيرونس شوفوا شحال ديال الوقت خدا مني تيران باش نجي نحولوا الفلوس الوغ كو الا بغيت نجيب الفلوس غير من لاكيس دونك لاكيس كنحل المجر كنهز الفلوس البنكه لا ميم شوز خصني نمشي للبنكه ولكن شنو شكون ساهل نجبد الفلوس من المجر ولا نجبد الفلوس من البنكه المجر سهل بزاف غنلقاه لتحت كاع لتحت تحت من البنكه البنكه الفوق وهو لتحت ولا كاس لتحت علاش حيت البنكه خصني دي بلاصه تاع لابون عاد نجبد الفلوس ولا كانت اون سوم كثيره وراه كاين عندي في الكونط ولكن خصني ندومونديها ونتسنى واحد 48 ساعه بما يوجدوها ليا الوغ كاين عندي ديك لا سوم عندي في المجر كنحط المجر غنهزها دونك رابيدمون الوغ كاين بيت نبيع تيران صعيب نبيع تيران دونك تينا غنلقاوه الفوق كاع باغمي لي زيليمون اللي الفوق كاع الفوق في لا ليست باغمي الحوايج الفوقانيين بغيت نبيع مثلا واحد الكاميون دو ترونسبور بغيت نبيع كاميون ديال ليفريزون راه اما سهل نبيع التيران ولا الكاميون دو ترونسبور بيان سور كو الكاميون دو ترونسبور هو السهل دونك غنلقاو التيران الفوق والكاميون ديال ترونسبور لتحت علاش قلنا كل ما هبطنا والسرعه باش نحول داك ليليمون الفلوس كتكون كبيره دونك باش نبيع باش نبيع باش نبيع باش نبيع ان تيران خصني دي موا كاين خصني شهور باش نبيع تيران الوغ كو واحد الكاميون ديال ليفريزون راه خصني كيلكو سيمين وغادي نبيع تفاهمنا دونك في لا ليكيديت لو باس لاكتيف لا بارتي ديال لاكتيف كل ما هبط نازل لتحت كل ما نازل لتحت والسرعه باش نحول الفلوس هذاك ليليمون الفلوس كتكون كبيره دونك هذا هو اللي هذا هو البرينسيپ اللي كيخليني نحكم ولا نرتب المعلومات ديالي في لابارتي ديال لاكتيف لو بيلون اون جينيرال دونك دابا ركزوا معايا مزيان في هاد لابارتي هادي لو بيلون اون جينيرال قلنا كيتكون من دو بارتي كل بارتي باسيف ولا بارتي ديال لاكتيف لابارتي ديال 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 باسيف فيها لي ريسورس يعني المصادر اللي كنجيب منهم الفلوس كنديروا ترانسفورماسيون ديال هاد الفلوس هادو كنحولوهم لدي زيليمون اللي كنحطو في لاكتيف اللي كيجمع لي زومبلوا دونك ملي كنعطي لواحد شي اي واحد يقرا لو بيلون كنلقى انه في لابارتي ديال الباسيف لابارتي ديال الباسيف عندي كابيتال سوسيال عندي ديت دو فينانسمون عندي ديت ا كور تيرم عندي لي فورنيسور اي طا هادو كاع هاد الناس هادو عاطيني الفلوس مسلفينهم ليا ملي كنمشي لابارتي ديال لاكتيف كنقرا كنعرف هاد السيد انا مول الشركه نخدم فيها واحد السيد هو اللي مكلف بالخدمه انا ما بغيتش نخدم واحد اخر اللي بغى يخدم ملي غيجيب ليا البيلون كنشوف شحال الباسيف كنشوف شحال ديال الفلوس جاب ومنين جابهم ملي كنقرا في لابارتي ديال لاكتيف كنعرف هادوك الفلوس اللي جاب فاش وظفهم تفاهمنا دونك عندنا لي ريسورس و لي زومبلوا في لاكتيف دونك واحد لو برينسيپ قلت لكم ديجا الناس اللي تبعوا معايا الحلقه اللي دازت شفنا لي برينسيپ ديال لا كونطابيليتي وقلت لكم واحد لو برينسيپ سي با لا بين باش نقول لكم في هذيك ليبيزود حيت ما غاديش تفهموا ان شاء الله حتى نعيا ما غاديش تفهموا مزيان خصكم تشوفوا اون رياليتي تشوفوه في اكزامبل ريال باش تفهموا مزيان هو لو برينسيپ ديال لا بارتي دوبل اش كيعني لي هاد لو برينسيپ ديال لا بارتي دوبل هو غنشوفوا حنا دابا هنايا دونك التوتال ديال الباسيف اشنو كنعنيو بالتوتال ديجا كنقولوا ان لا كونطابيليتي ان سيستيم دورغانيزاسيون دو لانفورماسيون فينانسيير يعني دي دوني دو باز شيفر يعني معلومات عندهم ارقام يعني ملي كنقول مثلا كابيتال سوسيال شحال كيسوى شحال ديال الفلوس ديال الكابيتال سوسيال حنا كنهضروا على الفلوس من الفلوس يعني كنرمزوا ليها بارقام دونك كنجمعوا لا بارتي ديال الباسيف لتحت كنديروا التوتال باسيف كاع دوك لي زيليمون اللي داخلين في لو باسيف كنجمعوا التوتال ليليمون الاول زائد الثاني الثالث الرابع الخامس انسي دو سويت حتى الاخراني كل واحد عنده اون فالور ديالو واحد الاول 10 المليون الثاني 2 المليون الثالث 3 4 5 هكذا غادي انسي دو سويت كنجمع التوتال ديالهم كيعطيني واحد لو مونطون اكس هو التوتال ديال الباسيف
كاع المجموع ديال الفلوس اللي جبت انا اصلا للشركه. كاين باردون كاين كنمشي كنمشي للاكتيف حتى هو خصني ندير ليه التوتال ديالو، يعني كاع دوك لي زيليمون اللي فيه كيسواو الفلوس. ماتيريال دو ترونسبور راه شريتو بان مونطون، تيران شريتو تاهو بالفلوس بواحد القيمه، الكونستركسيون تقامت عليا بواحد القيمه واحده اخرى، ستوك عنده واحد لا فالور حنحط فيه سلعه، لاكي البنكه فيها واحد المونطون ديال الفلوس، لاكي حتى هي كدواء مثال فيها واحد المونطون ديال الفلوس. يعني كل اليمون في الاكتيف كيسوا ليا الفلوس، خصني نجمع شحال تاع الفلوس عندي في الاكتيف. اون برينسيپ خصني نلقى داكشي اللي عندي في التوتال ديال الباسيف كيساوي ليا التوتال ديال الاكتيف. جبت بزاف ديال الفلوس كلها خصني نوظفها في نحطها في الاكتيف. مثلا جبت 100 مليون، بنيت شريت التيران ب 10 مليون، بنيتو ب 20، هي 30، جبت الماتيريال تقام عليا داكشي ب 50 مليون زائد 30 مليون هي 80 مليون، شحال بقات لي 20 مليون؟ ماشي غنديرها في جيبي، غنحطها في لاكونت في الكونت ديال البنك. الكونت ديال البنك فين كاين؟ كاين في الاكتيف. دونك الكماله ديال داكشي ديال 70 مليون على 30 مليون هي 100 مليون، وانا شحال جايب من الباسيف؟ جايب 100 مليون. دونك 100 مليون اللي جبت ها هي كلها وظفتها، كل حاجه كل بلاصه حطيت فيها شويه، فهمنا؟ دونك ديما لاكتيف كيساوي ليا الباسيف. هذا هو لو برينسيپ ديال لا بارتي دوبل، توتال اكتيف كيساوي ليا توتال باسيف. ملي غنشوفي وغنديفلوبي راسنا في الكونطابيليتي وغنافونسي في الكونطابيليتي غنشوفو الديبي والكريدي، ما تصدعوش راسكم بهم دابا، حتى هما في لي كونشيماتيك وهذا كيخص عندي وفي الجورنال وداكشي، هادشي غنشوفو بار لا سويت. غيكون عندي التوتال ديال الديبي كيساوي التوتال ديال الكريدي. بحالاش جيت نشري ان اورديناتور شريتو بجوج المليون، هذاك الاورديناتور غنحطو عندي في البيلون، وحنا قلنا في لا كونطابيليتي ما غنحطوش اورديناتور، غنحطو لورديناتور افيك لو مونطون لا فالور ديالو. لا فالور شحال؟ 20000 درهم، وانا ديجا داك 20000 درهم راه جايبها ديجا من لي غوسورس. دونك تمنى 20 درهم اللي جبت من عند واحد السيد اكس حطيت عليك حطيت عليك لا بارتي ديال الباسيف، ها هي راه حولتها للبي سي كيسوا 20000 درهم، غنحطو لك في الاكتيف. فهمنا؟ شريت الارض ب 10 مليون، ديجا 10 مليون راه جبتها من عند واحد السيد، ها هي حطيتها في الباسيف بان راه جبتها وظفتها، غنحطها لك في الاكتيف. دونك تفهمنا؟ يعني كاع دوك الفلوس اللي جبت في الباسيف اللي جبت غنحطهم في الباسيف وغنوظفهم وغنحط المقابلات ديالهم، باش داك لي زيليمون اللي حطيت فيهم الفلوس غنحطهم في 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 لا بارتي ديال لاكتيف. داكشي الفلوس اللي جبت راه وظفتها في بلايصه، وحطيت جميع دوك البلايص اللي وظفت غنحطهم في لاكتيف، اون فان دو كونط غنلقى نفس القيمه نفس القيمه. دونك سي لو برينسيپ ديال لا بارتي دوبل، لاكتيف كيساوي ليا الباسيف. دونك هذا هو لو برينسيپ ديال لا بارتي دوبل. باغ لا سويت غادي تفهموا، من بعد غنشوفوا لي جورنو، من بعد غنشوفوا لي كونت شيماتيك، دونك هادشي كله غادي تفهموا. دونك وصلنا لا فان ديال 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 لا فيديو، كنصحكم عاوتاني الناس اللي وصلوا جوسكا هاد ليطاب هادي، برافو عليكم. من الاحسن تبقاو تشوفوا لا فيديو من الديبار من الاول حتى الاخر، ما دير لا بوز لا والو، كمل لا فيديو ما فهمتيش عاود تفرج فيها، ماشي ما فهمتيش تعاود ترجع. دونك كمل، حيت راه ديجا انا كندير واحد الحاجه كنشرح وكنبدا او كور ديال الشرح كندير دي رابيل، شحال مره كنشرح لكم الحاجه كنعاود نشرحها مره واحده اخرى. دونك حتى ما تفرجش الفيديو المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه كامله اونتيرمون، ما تبقاش تفرج دير بوز وتمشي تدور وتمشي تسرح وتعاود ترجع، لا بحال داخل لكم، خصك تصنت البروف تبع معاه من ساعتين ديورون ساعتين خصك تبع معاه، ما حيت كتكون عندك واحد الفكره كنبنيو الشرح ديالنا سوغ لا باز ديال واحد ليدي وكنديفلوبيوها كنطوروها. الا جيتي انت طورتي معنا غير واحد شويه ومشيتي ورجعتي، راه داكشي اللي بنيتي معنا من الديبار راه غادي تشوش ليك، ملي غيتشوش ما غتبقاش هذيك ما غتفهمش نفس الفهامه اللي غيفهم واحد اخر اللي تبع من ا حتى لزيد. دونك تفرجوا في لا فيديو كامله، خاصكم شي حاجه ما فهمتوهاش هاد لا بارتي اللي شفنا دابا جوسكا بريزون سولوا في لي كومونتير، بغيتو تسولوا على شي حاجه افيك ان تري غون بليزير نقدر نجاوبكم في دي ستوري سور انستغرام، ولا نقدر نجاوبكم بار كومونتير. الا شفت شي كيسيون تري امبورطون غادي نشرحها لكم في انستغرام في سوا في ستوري ولا فيديو، ليسونسيال سي كو انني غادي نشرحها لكم. دونك بارطاجيو لا فيديو باش الناس لي كوليك ديالكم حتى هما يفهموا معكم لا كونطابيليتي. دونك نتلاقاو في لا فيديو بروشين ان شاء الله.